Schritt fragen. خير انا شريف رافت الاسيست مانجر ارحب بيكم كلكم الدكاتره الافاضل بنقول الحمد لله على السلامه للناس اللي جايه من الصعيد وبرضه الحمد لله على السلامه للناس اللي من كايرو والجيزه. انا مش هقول الكلمات التقليديه اللي بتتقال في الايفنتس اللي زي كده. احنا مش بنرحب بضيوفنا، انا بس عايز اقول مسج تبقى واضحه وكلير ان احنا الغرض من الايفنت ده ان احنا بناكد ان في لونج تيرم بارتنر شيب ما بين هايجنت وحضراتكم. احنا عندنا وان اوبجيكتيف في 2016 ان البريك ثرو ايديا والاوت ستاندنج بيرفورمانس اوف برافوتين يوصل للهدف الاسمى عندنا اللي هو البيشنت، وده مش هيحصل الا من خلال الكوبريشن اللي هيتم ما بيننا وما بينكم. فان شاء الله نقدر نوصل للاوبجيكتيف ده بتاعنا في اخر 2016، وعشان كده انا اي بروميس ان الايفنت ده مش هيبقى ذا لاست ايفنت، لا ده هيبقى البدايه لسلسله من الايفنتس والاكتيفيتيز اللي ان شاء الله هنيجي في اخر 2016، ويعني هنحتفل ويسليبريت كلنا هذا بارتنرز ان احنا وصلنا للفاينل اوبجيكتيف بتاعنا وهنا البرافيتين يوصل لكل بيشنت فعلا مستحق ان هو يكتب له برافيتين. شكرا.